الايام دي في تغيرات كتيره في الجو، وفي تحذيرات من الهيئه العامه للارصاد بخصوص الامطار. يا ترى ايه تفاصيل حاله الجو الايام اللي جايه والاجازه؟ ده اللي هنعرفه من دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد على حضرتك استاذه ياسمين واستاذه سلمى وكل الساده المشاهدين، اهلا بيكم. صباح الورد. طبعا انا وسلمى دايما بنبقى في حيره، احنا بدانا الشتاء ما بدانيش الشتاء، عايزين نطمن على الامطار، فيا ريت حضرتك تطمنينا. هو طبعا احنا لسه في فصل الخريف اللي دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه، يمكن احنا بنشهد سقوط امطار منذ امس واول امس على المناطق الساحليه، وده متوقع يكمل معانا اليوم، استمرار فرص سقوط الامطار على المحافظات المطله على البحر المتوسط زي طبعا مطروح، الاسكندريه، شمال الوكد البحري زي البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المناطق دي كلها معرضه اليوم لسقوط امطار من خفيفه قد تكون متوسطه في بعض المناطق. ايضا الامطار هتمتد لبعض المناطق من جنوب محافظه البحر الاحمر زي حلايب، شلاتين، مرسى علم. احنا طبعا بنتاثر بامتداد منخفض جوي الطبقات الجو العليا، ده اللي مساعد على تكاثر السحب المنخفضه المتوسطه وفرص سقوط الامطار، بالاضافه كمان بيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره فترات النهار، فاحنا اليوم بنشهد استمرار انخفاض درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل. الاجواء فترات النهار بتكون معتدله تماما على اغلب المناطق الشماليه، مائله للحراره على المناطق الجنوبيه زي طبعا المناطق الجنوبيه زي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لكن فترات الليل كلنا بدانا نشعر بانخفاض الملحوظ في درجات الحراره خاصه فترات الليل المتاخره والصباح الباكر. الاجواء مائله للبروده على كافه انحاء الجمهوريه. ان شاء الله متوقع من غدا الخميس ويمكن كمان فتره الاجازه الجمعه والسبت يكون في استقرار في الاحوال الجويه، درجات الحراره ترتفع. احنا مستنيين يا دكتور الاستقرار ده. انا عندي سؤال غير مهني بالمره، هو الخريف ده ما بيخلصش ليه؟ يعني هيخلص امتى؟ احنا بقالنا كتير قوي كل ما نكلم حضرتك تقول لنا احنا لسه في فصل الخريف ودايما الجو لسه متقلب وعايزين بقى يا شتاء شتاء يا صيف صيف، النص النص ده الناس كلها عيانه. هو بالفعل التباين الكبير في درجات الحراره بين فتره النهار وفتره الليل ده بيسبب نزلات البرد بشكل كبير خاصه في الاوقات دي. صحيح. فصل الخريف متوقع ان هو ينتهي 21 ديسمبر، فاحنا لسه قدامنا تقريبا حوالي شهر على انتهاء فصل الخريف. شهر. لان الشتاء هيبتدي ان شاء الله 21 ديسمبر. طب هو الشتاء كان بيبتدي بدري عن كده ولا انا اللي عندي نقص في المعلومات ولا ايه؟ البدايه الرسميه، لا طبعا البدايه الرسميه للفصول معروفه دايما وبتبقى ثابته، بتبدا دايما يعني بدايه فصل الخريف كان 23/9، بداية فصل الشتاء 21 ديسمبر، فالبداية الفلكية والجغرافية للفصول بتبقى واحدة. لكن احنا دايما في نهايات الفصول وبداية الفصول بتاخد من الفصول القبلية والبعدية. يعني طب يعني معنى كده طيب ان الشتاء ده هيشهد بقى أمطار غزيرة يعني؟ هو وارد جدا تظل التغيرات المناخيه اللي بتشهدها جمهوريه مصر العربيه وعنف الظواهر الجويه، وارد جدا ان احنا نشهد امطار في فصل الشتاء بامطار غزيره، ممكن توصل امطار غزيره او حالات طقس نوبات طقس جماحة، عنف ظواهر جويه وارده جدا. لكن يعني التنبؤ لفصل الشتاء يعني يكون ده تنبؤ بعيد المدى، الدقه بتاعته قليله، لكن نقدر نقول هو فصل الشتاء اللي دايما معروف بانخفاض درجات الحراره وسقوط الامطار. وبيكون في يعني هيبتدي في 21 ديسمبر يا دكتور، انا همضيكي على الكلام ده، 21 ديسمبر هنتكلم، ولو ما كانش الجو برد هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا. بشكرك جدا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي للهيئه العامه للارصاد.